طيب عمران خان الآن في أمان بعد أن أصيب بقدمه، بماذا تعلق؟ هو هذه أقدار الله تبارك وتعالى، كان في عمره بقية، وشاءت مقادير الله أن يطيل في عمره، حتى أن الرصاصة ربما على حسب ما أطلع الآن من خلال الفضائيات أنه تلقى رصاصة بسيطة، جروح طفيفة في قدمه، وحتى المرافقين، ثلاثة مرافقين الذين كانوا معه، يعني إصاباتهم طفيفة جدا، بينهم الناطق الرسمي باسم حزبه فيصل جويد، فيعني نعم. إلى حد ما لا أظن أنه الأمور يعني الإصابة بليغة، وهذا ما ربما أو بالتأكيد سيكون محفزا إلى تنامي شعبية هذا الرجل، يعني أظن أن النتائج كانت عكسية لمن أرادوا قتل هذا الرجل.